حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. لعنة تايتانيك تحاصر الغواصة تايتان. واضح إن سفينة تايتانيك أخبارها مش هتنقطع عن العالم، لأن كل فترة بيحصل حدث بيدور حوالين أكتر سفينة غامضة في القرن العشرين ويمكن الواحد وعشرين كمان. بس الحدث المرة دي حوالين الغواصة تايتان اللي كانت نازلة عشان تكتشف حطام السفينة تايتانيك في قاع المحيط الأطلسي، وبالتحديد على عمق 3200 متر، واللي فيها مخزون الأكسجين 96 ساعة، وجوه الغواصة خمسة من أثرياء العالم، واللي انقطع الاتصال بيهم بعد ساعتين من نزولهم المحيط. رحلة بحث بتسابق الزمن، يا ترى غفر الصواحل قدامه قد إيه، ويعلن انتهاء البحث عن أكتر الحوادث البحرية مأساوية، ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، خليكم معايا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. يوم الحد اللي فات دخل خمسة من المغامرين الأثرياء الغواصة تيتان، وهم رجل الأعمال البريطاني المقيم في الإمارات هاميش هاردينج، واللي بيمتلك شركة عالمية لأعمال سمسرة الطائرات الخاصة، والملياردير الباكستاني شهزادة وابنه سليمان، وهو مستثمر في قطاعات الزراعة والصناعة والقطاع الصحي، ومعاهم الغواص والمغامر الفرنسي بول هنري، واللي ليه خبرة كبيرة في اكتشاف قاع المحيط. والشخص الخامس هو ستوكتون روش، رئيس التنفيذي ومؤسس للشركة اللي بتعمل رحلات لقاع المحيط، وهو كابتن الغواصة. الأربعة اشتروا ثمن التذكرة واللي قيمتها 250 ألف دولار عشان يكتشفوا قاع المحيط، وكمان يشوفوا حطام سفينة تايتانيك الموجودة في قاع المحيط الأطلسي. الغواصة بتتمتع بمواصفات عالية، فطولها حوالي 6.7 متر، وبتتسع لخمس أشخاص، ووزنها حوالي 9000 كيلوغرام، والوزن ده يعتبر خفيف بالنسبة للغواصة. وزيادة في أمان الغواصة إنها مش بتتفتح من الداخل، هي بتتفتح من برة عن طريق مسامير خاصة جدا، وكمان الغواصة ضيقة جدا من غير كراسي، يعني الركاب يا إما يفضلوا واقفين طول الرحلة أو يقعدوا على الأرض. بعد ساعتين من نزول الغواصة لسبب غير معروف لحد دلوقتي انقطع الاتصال بيهم واختفت تماما من الرادار، عشان تبدأ فرق البحث الأمريكية بالتعاون مع كندا إنهم ينقذوا الأشخاص الموجودين في الغواصة. وقت رحلة البحث طيارات المشاركة في العملية رصدت صوت جنب الموقع اللي اختفت فيه الغواصة، وكان صوت زي خبط على الحديد، وطبعا كثفوا البحث في المنطقة دي لكن ما كانش فيه أي نتيجة حتى الآن. بعدها مركز الأبحاث الفرنسي قال إنه هيبعت الريبوت فيكتور 6000، وهو الأمل الوحيد لعملية الإنقاذ، وشغال عليه طاقم مكون من 25 فرد ومزود بكاميرات تصوير دقيقة جدا، بيقدر البحارة يشوفوا عمق المحيط بشكل واضح. الروبوت ده بيقدر ان يغوص اعمق من اي معدات حديثة، ده غير انه هينزل لعمق 3800 متر اسرع من اي معدات تانية، وبيقدر يشتغل في ظروف قاسية وصعبة. بس برغم كده برضو فيكتور 6000 فشل انه يلاقي الغواصة حتى الان. اعلنت غفر السواحل الامريكية انهم بيسابقوا الزمن عشان ينقذوا الخمس اشخاص قبل ما الاكسجين يخلص منهم، لأن مخزون الغواصة زي ما قلنا قبل كده بيستحمل لحد 96 ساعة بس، وقالوا إن قدامنا لحد يوم الخميس 22/6/2023 في الساعة 12:08 مساء بتوقيت جرينتش، و7:08 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، و9:08 مساء في سيدني. بعد كده الأكسجين هيخلص وهنعلن وفاة الخمس أشخاص. وفي وسط حالات البحث عن الغواصة المنكوبة اتكلم ممثل مكسيكي وقال تفاصيل مرعبة جدا شافها وهو جوه الغواصة دي قبل كده، تعتبر مفاجأة صادمة جدا، فقال انه عمل رحلة في نفس الغواصة عشان يشوف حطام سفينة تايتانيك في يوليو 2022. واول ما الغواصة بدأت تدخل عمق المحيط طاقتها بدأت تخلص بشكل مفاجئ وغريب، وخلص 40% من طاقتها في وقت قليل جدا، وده بسبب عطل فيها، وبسبب العطل ده الرحلة قل وقتها من 4 ساعات لساعة واحدة بس عشان يقدروا يرجعوا لسطح البحر. وقال الممثل المكسيكي انه عاش لحظات مرعبة جدا، خصوصا ان حصل عطل في نظام الاتصال بين الغواصة وطاقم الغواصة الموجود فوق سطح البحر، وفي النهاية قدروا انهم يرجعوا بسلام من غير ما يحصل لأي شخص أي أذى. غفر السواحل الأمريكي قال ان في الغالب الغواصة وصلت لعمق تخطى 4000 متر،
وبكده الغواصة هتتعرض لظاهرة اسمها انبجار، وهي عكس الانفجار، وده بيحصل نتيجة ضغط شديد، فبيتسبب في انفجار غواصة داخلية وهيؤدي لانكماشها، وبالتالي هيبقى من المستحيل انها تخرج لسطح البحر، وهتفضل موجودة في أعماق المحيط الأطلسي بعد ما يتلاشى كل شيء جوه الغواصة. دلوقتي مع قرب انتهاء المدة المحددة والأكسجين يخلص جوه الغواصة، ولحد تاريخ إذاعة الحلقة لسه ما أعلنوش توقف البحث ولا وفاة أي شخص من الخمسة الموجودين في تيتان، وطبعا كلنا بنتابع الأحداث وحننقلها لحضراتكم على طول. تفتكروا دي لعنة هتضاف لسلسلة لعنات سفينة تيتانيك وهتخلص على كده، ولا هنشوف لعنات تانية حوالين السفينة؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.